يعني حوارات ما بين الكائنات الحيوانية ما بين الحيوانات وبين الإنسان، فلا يكاد الراوي يعني يرج حتى يخرج منه، فهو متنقل من عوالم كثيرة جدا باحثا عما يحقق آلامه. هناك شخصية إنسانية، شخص إنسان يريد أن يسافر يبحث عن فرصة عمل، يحس بالغربة في وطنه، وخلال رحلاته يعني يحس بهذه الغربة، فالاغتراب ليس مرتبط بالعيش في بلد آخر، وإنما قد يكون الإنسان يعني يحس بالغربة وهو يعيش في وطنه. نحس ونحن نقرأ رواية المرجوحة أن فيها الكثير من صنوف الانكسارات. الإنسان يعيش الانكسارات في حياته ثم يقف، يسقط ثم يقف، وهذا هو الجميل في رواية المرجوحة، فهي مرتبطة بالحيوان من جهة ومرتبطة بالإنسان، لأنها تعلمنا كيف نقف من جديد. الإنسان ينكسر ثم ينهض من جديد. وخلال السفر، خلال سفره يقف عند تحدي مظلم، وهو أن يكمل روايته. تلاحظون أن رواية حمار الجحا هي تداخل رواية في رواية، وكأن الراوي يريد أن يكتب رواية، هي رواية والراوي يريد أن يكتب رواية ويريد أن يكمل هذه الرواية. ما هي هذه الرواية التي يريد أن يكملها الراوي؟ هي رواية حمار جحا، وليس جحا وإنما الحمار. ركز من خلال روايته على الحمار فقط. نعم، في هذه الرواية تتجلى الكثير من مضامين الغربة وحاول يأس من الراوي. لما نقرأ الرواية نحس، وهي في طريق النشر إن شاء الله، نحس أنه رجل يتألم، يبحث عمن يؤنسه في هذه الحياة، فقد الكثير من الأحباب الأهل، فيلج إلى عالم آخر وهو عالم الخرافة، الخرافة، فيكتب هذه القصة، قصة حمار جحا. أعتقد إن لم أكن مخطئا هو عبد الله بن البصري الذي عاش في العصر العباسي، إن لم أكن مخطئا الملقب بجحا، والذي رويت عنه الكثير من الأحداث، وحتى قيل أنه سمي جحا لأنه كان يتجحجح، أي كان كثير الملح والطرفة، فهو يكثر من التنكيت، أحيانا يتحايل على الناس، وأحيانا يظهر براعة وذكاء ودهاء في حل الكثير من المشكلات. الحقيقة أنا قرأت هذه الرواية كما قرأها زملائي الدكتورة صالحة الدين والدكتور معنا صرار عبد القادر، أظن سيعيدنا أو إن شاء الله هم يدخلون مجال آخر، وهو أفلمت النص أو تحول النص الروائي إلى النص سينما. أنا أريد أن أعرفكم بهذه الرواية. هذه الرواية تجمع ما بين عصرين متناقضين. العصر الحديث يعني الراوي يسافر في المطار وكذا، ثم يحاول أن يكتب روايته، بمعنى وهو يكتب هذه الرواية سيعود إلى الماضي، فالرواية فيها عصرين متناقضين، العصر الحديث والعصر العباسي، ولعله لن تقاطع إن كان يوافقني رأي الدكتور أحمد سليمان اليغزر، تقاطع معها الرواية التاريخية، ولو أن التاريخ له مضامينه وله خصوصياته. ربما إذا كتبت الرواية بطريقة تاريخية ربما تختفي الكثير من الأحداث أو تنسج أحداث جديدة. المهم، هذه الرواية تعالج ظاهرة الغربة، فيبدأ في كتابة هذه الرواية. هذه الرواية تعالج ظاهرة وهي
العالم الحيواني، كيف أن الحيوانات استنطقها محمد الروائي محمد الرشيش، استنطقها وبدأت تتحرك أمامنا. والشخصية الرئيسية في هذه الرواية هو الحمار الملقب ببولولو، وكلمة بولولو الجميع يعرفها أنها كلمة مرتبطة بالغباء، يعني فلان بولولو، فلان لا يفقه، ساذج في أفكاره أو لا يحسن التصرف. نعم، شخصية بولولو الحمار الذي استولى على الحكم وأصبح ملكا للغاب، غريب، من ضمن الأسد مرض الرسم ونفي وتاه في الصحراء، فأصبح الحمار هو الملك، ولكن في زمن حكمه انتشرت الكثير من المصائب والفتن، فأهلك الغابة وأهلك الحيوانات وأخرق حياتها بالكامل، فكثرت الفتن في الغابة، قلة المياه، الجوع، الصراعات، اشتعال النار في الغابة، أعتقد بدأت النيران تشتعل في الغابة. وأنا نلاحظ هناك خلفيات كثيرة، ليس كذلك أستاذ أحمد؟ لعلك توافقني. الرب هم كذلك عالج من خلال الرواية محمد الرشيش همجية الإنسان، همجية الإنسان وعلاقته مع الحيوان، فهو يضطهد الحيوان، وكأن محمد الرشيش أرادنا أو أراد منا أن نحتني بالحيوان. ولو تتذكرين أستاذة حكيت لك القصة تاعي، قلت لك كنت أعيش في قرية نائية وكنت أجد صعوبة في الحصول على الماء، فاشتريت حمارا، أكرمكم الله، أتحدث عن نفسي وليس محمد الرشيش، فاشتريت حمارا لعاقشيته بستين، بقي حماره تائها دون وصاية. أنا في الحق الحمار اللي شريته في وين كنت نخدم خليته يروح بالسيادة، وقلت له تخلص ما بعتوش، قال لي شحال نعطي لك الدراهم، قلت له لا رجاء، قلت له اعطي له غشه، انا كنت نوكل غشه، كنت ادلله صدقوني، اراني من ذاك نخرج من روايه حمار جحالي محمد الرشيش وندخل في قصتي مع الحمار. اي وكتبت عنه قصه صغيره جدا سميتها يوميات حمار، يوميات حمار. اعود الى محمد الرشيش. هذا الحمار جحا رفيقه الدائم مات، اذا بقي الحمار وحده، فتاه مسكين وضاع، لان هذا الحمار اصبح عرضه للخطر. على استاذ احمد، لان في زمنه كانت الحمير تذبح وتباع على أساس أنها لحم بقر، ولعل البعض ما زال يتذكر لما حادثة أكل لحم الحمير ضمنها في مدينة خميس مليانة وقيل وصلت الله على كل خير. طارق بن زياد رجال الدرك وجدوا حمير مذبوحة، طبعا تم استهلاكها من طرف المواطنين على أساس أنها لحم بقري وطحنوها، وحكى عنها الكثير من النكت هنا. الحمار بقي وحده وخوفا من تعرضه للاضطهاد والذبح وتحويل لحمه الى لحم مفروم وبيعه في الاسواق، هرب الى الغابه، لانه اصلا ما غابه، صح عاش مع جحا، كي مات الرفيق تاعو اضطر الى العوده الى الغابه، وهناك تعرف على القنفذ سيليكا والأرنب روزي و أستاذة إذا كنت تتذكرين بعض بيني وهي أسماء نمر بولولو تكلمنا عليه، القنفذ سيليكا، الأرنب روزي، الغراب شيء هذيك فوركا، تيتي تيتي تيتي، الثعبان صوصا. هذا الثعبان هو المحور الثاني للقصة للرواية.
لأن هذا سوسان، هذا الروائي سوسان، أظن أستاذ توافقين أن رأيك المستشار للأسد. أيوه، هو أيضا تدور حوله محور الرواية، لأنه يلعب دور كبير. هو كان مستشار للأسد، فلما الأسد مريض وطاحت فيه بقاسين كما نقولوا، ونفي إلى الصحراء ومات وهلك هنا، الحمار سجن الثعبان سوسان، لأنه يعني كان مستشار الأسد، يعني لا ثقة فيه، خيفة منه. مادام عشنا سنين طويلة لا شك أنه خطر عليه، فكان أول ما سجد الحمار غرور لما تولى الحكم الحاجية، وعلى رأسهم الثعبان سوسان. لكن بعد سجنه حس بلي لا بد له من مستشار يعينه في الحكم ويعطيه الأفكار، عاود مرة أخرى تراجع عن فكرته وأخرجه من السجن، فرافقه في رحلته رحلة الحكم، حكم الغاب. لا أطيل عليكم، أحداث كثيرة لما نقرأ الرواية إن شاء الله وستقع بين أيديكم إن شاء الله، ولو أن المشروع مشروع طيب ومبارك أن تحول هذه الرواية إلى سيناريو ومن ثم إلى فيلم سينمائي إن شاء الله، وهي قليلة ودمنة أو قليلة ودمنة. نعم، على لسان الحيوان كأنه يعيشها بطريقة أخرى، ولكن يدخل معها الإنسان وعلاقة الإنسان بالحيوان. هو أراد أن يربط هذه العلاقة، هذه قراءتي البسيطة وقد أكون مخطئا فيها. تارة يعود إلى الإنسان ويبين الصراعات داخل الإنسان، الأسواق، أماكن عمومية كثيرة جدا، الكثير من مظاهر الخداع والمكر في التجارة، الكثير من الأحداث والسلوكات والأخلاقيات الفاسدة عند الإنسان، ثم يعود بنا مرة أخرى إلى عالم الحيوانات والصراع الموجود أيضا داخل هذا العالم. على كل حال، رواية حمار جحا تثير الكثير من الاجتهادات للبحث عن رؤاها ودلالتها، فلها الكثير من الدلالات والرؤى الاجتماعية والسياسية، ومن خلال اجتماع الحيوانات لإيجاد خليفة للأسد ملك الغابة، وحصول الحمار على هذا الملك، وما يحدث فيه من صراعات داخلية، كلها تبين أن الإنسان في صراع مع نفسه إلى يوم القيامة. الإنسان في صراع، الإنسان في صراع يبحث عن الحلول للكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية، يفشل فيها وقد ينجح في بعضها. الآن أقول أجمل ما في الرواية كتقنية سردية قابلة للتحول إلى سيناريو، إلى نص سينمائي، من خلال اختلاف وجهات النظر، الصراع القائم في عالم الإنسان، في عالم الحيوان. أجمل ما في الرواية هي ذلك الزخم الهائل من الحوار، هذا الحوار كتقنية لإبقاء السرد، هذا الحوار يكشف عن الكثير من الرؤى والدلالات، كما قلت لكم سابقا، دلالات اجتماعية، سياسية، خلفيات دينية متواجدة داخل النص الروائي. حرائق الغابة، استؤدري محمد لاراشيش أشار إلى الحريق، حريق الغابة، وكأنه يعيد بنا الذاكرة إلى ما حدث في الجزائر، غرائب حرائق الغابات، وما أثر أن أحمد كنت معنا يوم احترقت الغابة، كنت في غزة، لكن كنتم تتابعون ما حدث في الجزائر، ونحن أيضا نتابع ما يحدث في غزة وقلوبنا في غزة. الصراع بين الخير والشر قائم إلى يوم القيامة. من بين القيم التي عالجها الروائي الصراع بين
الخير والشر. أيضا هناك ما يشبه بتقنيات سينمائية نحس بها ونحن نقرأ الرواية، ولكن يريد أن يقرب إلينا الشخصيات، يريد أن يقرب إلينا الأحداث، فيجعلها سينمائية على أساس مشاهد سينمائية، بمعنى أن الذي سيكتب سيناريو لهذه الرواية لن يجد صعوبة أعتقد في نظري، فسيكتبها سيكتب السيناريو بطريقة جيدة. مفارقة عجيبة موجودة في هذه الرواية هو تذمر الحمار، أو تذمر الحمير، مجموعة الحمار، من كون الحمار بورورو أصبح ملكا. حتى الحمير لا يقبلون أن يكون الحمار ملكا. طبعا هذه دلالة عميقة، لعل لما تطبع الرواية ستظهر الكثير من القراءات حول تذمر لماذا الحمير تتذمر ولا تقبل أن يكون الحمار ملكا. من المفروض سيداري، من المفروض الحمار يقبل من نفس جنسه سبحان الله. لماذا السؤال مطروح، لماذا يرفض الحمير أن يصبح الحمار بورورو ملكا؟ حتى الحمار ينتقد أخاه الحمار، وكل واحد منهما يظن أنه أصدر للحكم. أعجبني الصراع الدرامي ما بين الحمير والملك الحمار وسيصطدم على حكمه، لأن فترة حكمه كانت مليئة بالنزاعات وكثير من الفتن. مفارقة عجيبة أخرى، حين يتفق الثعبان مع جماعة الحمير كرمز من رموز المؤامرات. كما وظفت الرواية تقنيات السبك، فكان الكاتب أو الروائي ينتقل هنا في عالم البناء الزمني الروائي من الحاضر إلى الماضي أو إلى الانتقال إلى المستقبل، وما ذلك إلا لاستحضار شخصيات أو أحداث حدثت في الماضي أو شخصيات أو أحداث سيتم ولوجهم في الرواية في المستقبل. وهذه التقنية تضفي أثرا جماليا وفنيا على الرواية، كما وذكرت الأحداث والصراع، هذه الأحداث والصراع داخل الرواية يشد انتباه القارئ ويجعله مستمرا في القراءة بعيدا عن الملل والرتابة. كما وحملت الرواية العديد من المضامين السياسية التي أخفاها الكاتب خلف عالم الحيوان والغابة، فقد جاء الحوار التي أطلعنا عليها الأستاذ بالقاسم زقار. شكرا أستاذ بالقاسم زقار على هذه